الركود الاقتصادي كما يجب تعريفه، الركود يكون مصحوب بارتفاع التضخم. يقولون تعريفا نظريا يؤدي النمو السلبي للناتج المحلي الاجمالي اي الانكماش وتقلص حجم الاقساط الى ارتفاع نسبه الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي. ولان الركود بيكون مصحوب بارتفاع التضخم، بالتالي زياده سعر الفايده بترفع تكلفه خدمه الدين العام مع زياده مدفوعات الحكومه للفوائد على دين الخزانه. كما أن مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسية تخفض التصنيف الائتماني للبلد الذي يعاني اقتصاده من ركود، مما يجعل من الصعب على الحكومة الاقتراض من السوق الأولية أو حتى السوق الثانوية. ونتيجة لذلك تلجأ الحكومات إلى التقشف في الميزانية لسد فجوة العجز، وهو ما يؤثر سلباً في الاستثمار العام الذي يحتاج إليه الاقتصاد الراكد كي يستعيد نشاطه. وهكذا تتعطل المشروعات العامة سواء بالنسبة لقطاع البنية التحتية والخدمات أو حتى القطاعات الإنتاجية، ويستلزم ذلك سياسة مالية ونقدية في غاية الكفاءة للحكومات كي توازن بين تشجيع النمو للخروج من الركود وضبط دفاترها المالية من عجز ميزانية وحساب جاري. كما تلجأ بعض الدول إلى زيادة الضرائب والرسوم لتعزيز موارد الخزانة والتي تتراجع مع عدم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبتعتمد قدرة الدولة ما على الخروج من الركود سريعاً وإنعاش اقتصادها على سياسة حكومتها في ترشيد استخدام مواردها لتنشيط اقتصادها. وبتستفيد الدول التي بها قطاع خاص قوي من تحفيز هذا القطاع على المساهمة في استعادة النمو بإغراءات حكومية كما يحدث في غالبية الدول الرأسمالية.